قد أضحى اليوم لزاما على البرلمانة العربية أن تواكب هذه الهبة وتجدد العهد وتبتكر طرقا مستحدثة لنصرة القضية الفلسطينية ودعم مختلف الجهود الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية وتجريم الاحتلال الصهيوني ومعاقبته. ومن هذا المنبر وناشد مرة أخرى أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه أن آن الأوان لتوحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية على كل الاعتبارات الأخرى.